قبل إعلان نتيجة العد سقط النصاب القانوني المطلوب هو 388 وليس 380 كما سبق وذكرت في قبل عملية العد. الآن عملية العد المصوتون بنعم على مشروع القانون المتعلق بالمراجعة في سوريا 499. المصوتون بلا 2، الامتناع 16. وبذلك أعتبر أن السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه قد صادقوا على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور. شكرا للجميع، هنيئا للجزائر، هنيئا لكم ولنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.